نستعملش الكل دونك اليوم باش نشوفو مع بعضنا بلاي ليست جديدة تحكي على بي اتش بي سامفوني كاد ابي بلاتفورم مع رياكت جي اس فول ستاك. دونك اول فيديو باش نشوفو مع بعضنا كيفاش نعملو كرياسيون تاع نيو بروجي سامفوني كاد. دونك اول حاجة يلزمنا نتستيو البي اتش بي نتاعنا, دونك لازم تكون بيان سور الفيرسيون نتاعنا بي اتش بي 7. دونك نجيبوني بي اتش بي تيري في نورمالمون تخرجنا بي اتش بي 7, خاطر احنا باش نخدم سامفوني 4. اللي باش يخدم باغ اكزومبل سامفوني 3 ولا سامفوني 3 انت طالع يلزم بي اتش بي بي اتش بي 7. اللي باش يخدم سامفوني 2 يخدم بال بي اتش بي 5. دونك فوالا الفيرسيون تاع بي اتش بي نتاعنا بي اتش بي 7. شوفوا الكومبوزر نتاعنا اللي يخدم بالماك يكتب كومبوزر بوان فار, واللي يخدم بالويندوز يكتب كومبوزر نورمال. دونك فوالا الكومبوزر حاضر موجود. دونك نبداو باش نخدمو النيو بروجي نتاعنا. بيان سور انا باش نخدم بالاكزومبل, دونك يلزمني نخدم ندخل تحت الهاش تي دوكس سي دي اكزومبل سي دي هاش تي دوكس. دونك باش نسمي النيو بروجي نتاعي ماذا بيا ماني نحطو في دوسي جديد. دونك باغ اكزومبل باش نصنع دوسي ام كادير باغ اكزومبل دوسي اسمه سامفوني رياكت جي اس. دونك ندخل تحت الدوسي ب ام كادير معناها يصنع لي الدوسي نتاعي. تو دخلت تحت تو باش نصنع نيو بروجي. دونك نعمل كومبوزر كرييت بروجيكت سامفوني سكيليتون سلاش سكيليتون ويب سايت سكيليتون. وهوني نكتب اسم البروجي نتاعي باغ اكزومبل باش نكتبو سان رياكت. وتوا باش نكتب الفيرسيون نتاعي. اذا كي مكتبش انا الفيرسيون دونك يجيب لي اخر فيرسيون في سامفوني اللي هو توك سامفوني 5. دونك انا باش نخدم سامفوني 4.3 بتبيع بوان ايتوال معناها باش يقولي اخر فيرسيون في ال 4.3. دونك كونتري تو باش يصنع لي نيو بروجي نتاعنا. يشد شوية وقت على خاطر الكونيكسيون. دونك باش نشوفو مع بعضنا ان شاء الله في التوتوريال هذا معناها في البلاي ليست هذه معناها برشا فيديوهات باش نعملو بروجي بريسك في كل شيء. معناها باش نفهمو بلاك دي سامفوني باش نفهمو بلاك دي معناها كل شيء فيه من الراوتينغ من لي زانوتاسيون من لي كونترولر الموديل ام في سي كل شيء بريسك من الكومبوزر ريكواير ادمين الكومبوزر ريكواير معناها كل شيء ان شاء الله. ومن بعد باش ندخلو مع بعضنا بشوي بشوي في الرياك جي اس باش نشوفو مع بعضنا برشا حاجات ان شاء الله. دونك توا قاعد نستالي في لي باكيج نتاع سامفوني. هو ما فماش فرق كبير ما بين سامفوني 4 و سامفوني 3, جوست في معناها السيري نتاع لي باكيج في الريتيرن في الانكلود. بار اكزومبل في سامفوني 3 عندنا دو باكيج اسمه ويب, في الهون في سامفوني 4 ولي اسمه بابليك. في الراوتينغ نجمو معناها ديريكتومون معناها من غير ما نعملو معناها في سامفوني 3 عندنا في شيء اسمه راوتينغ بوان جريجامي
هو كنا نجمو نعمل في سامفوني 3 معناها الراوتينغ نتاعها فوق الفونكسيون معناها في لانوتاسيون، مي هوني ديريكتومون في سامفوني 4 معناها هو ما جابلناش راوتينغ بوان جريجامير، مي احنا نستعملو في انوتاسيون فوق الفانكشن اللي فوس كونترول. ان شاء الله قد ترابطا نحاولوا نفهم مع بعضنا من الفازات الكل بتاع السيمفوني والرياكت. دونك فوالا البروجي نتاعنا كمل تصنع. دونك انا كل واحد بنى ايديتور باش يخدم، فما اللي يخدم بالبي اتش بي ستورم، فما بالفيزيوال كود، فما حتى بالسبلايم، معناها كلهم دي ايديتور وما يقلقش. بون انا باش نخدم بالفيزيوال كود، ندخل تحت الساعة البروجي اللي صنعته. دونك انا صنعته اسمه سام رياكت، دونك ندخلو تحتو cd سام رياكت ولا اي كود سباس بوان كود سباس بوان، معناها باش ندخل تحت الفيزيوال كود خاطر انا باش نخدم بالفيزيوال كود. دونك اللي ما عندوش فيزيوال كود ينجم يخدم حتى في بلاش بي اس او اي اديتور. دونك نجي هوني افيشي تيرمينال انتيغري، دونك نفسر ساعة شنو لي باكيج اللي في وسط البروجي نتاعنا. انا هوني كونفيغ تحت انا دو باكيج، انا هوني هذايا باكيج وانا لي راوت
وهون عندنا لي بوتستراب باغ اكزومبل اللي يستعمل اذا كان باش تستعمل بوتستراب فما كلكو ليني معناها باش تكتبهم هوني وتنستالي بوتستراب دونك يولي معناها يخدم لك هوني بابليك كيما عندنا في سافون 3 اللي هو الويب هوني معناها باغ اكزومبل انت اذا كان باش تنتجري تومبليت باش تحطها غاديك ومن بعد تعمل الانتجراسيون تاعك هوني لي سير سي هوني باش نستعمل الموديل احنا ال ام في سي الاركتيكتور ام في سي عندنا الكونترولر الانتيتي باش يكون هوني زاد التويك معناها الخدمة كلها باش تسجل لهنا دونك عندنا الفاندر نستعمل فيها لي باند الاكسترن كيما شفنا قبل في سامبوني 3 و سامبوني 2 الباز دوني باش تصير هوني في البوان 1 دونك ديجا عندنا هوني ان ليني اون ليني فوالا داتابيس ريال ماي اس كيو ال اللي يخدم بالاس كيو ال دونك يبدل ماي اس كيو ال بالاس كيو ال هوني عندنا دي بي يوزر معناها اسم معناها في ال باغ اكزومبل ماي اس كيو ال هوني نكتبو روت معناها اسم ال نيم نتاع الداتابيز نتاعنا هوني الباسورد تحط ما بيناتهم دو بوان at 127.0.0.3.6 بيان سور هذه نتاع لوكال هوست سلاش اسم الداتابيز نتاعنا تكتبها هون دونك تنشوفوها مع بعضنا من بعد ان شاء الله اذا كان باش نربطوها بالباس دوني نتاعنا دونك هوني في التيرمينال يلزمنا ننستاليو الباندل اللي احنا باش نخدمو عليه ديما هكا كومبوزر ريكواير سامبوني سلاش ويب تيري سيرفر سيرفر تيري باندل سباس تيري تيري ديف نذكروا ديما اللي يخدم بالماك يعمل كومبوزر بون فار دونك نخليوها تانستالي دونك فوالا توا باش نتستيو البروجي نتاعنا دونك بي اتش بي بين بين كونسول سلاش كونسول نذكرو اللي يخدمو بسامفوني 2 ميكتبوش بين نكتبو ا بي بي بون ان سامفوني 3 و سامفوني 4 نكتبو بين سلاش كونسول سيرفر دو بوان ران دونك قبل في سامفوني 3 نجيو في جوجل مع في نافيغاتور نكتبو لوكال هوست سلاش اسم البروجي سلاش ويب سلاش ابي بي تي ريبا ديف بوان بي اتش بي مي توا في سامفوني 4 معناها نرانيو بال بي اتش بي بي كونسول سيرفر دو بوان ران و ال سي في معناها سكرت الكونسول دونك راهو ما عادش باش يمشي مش باش يمشي لك للبروجي ديما اخر حاجه تعملها قبل ما تستي معناها قبل ما تشوف الاكزيكوسيون نتاعك لازمك اخر حاجه نكون عاملها بي اتش بي بين كونسول سيرفر دو بوان ار سينو باش يجيك 404 نوت فاوند ولا اي حاجه كيما هكا المهم مش باش يجيك الاكزيكوسيون دونك ننزل كنترول نكليكيو على اللين هذا ديريكتومون باش يدخل في النافيغاتور فوالا ويلكم تو سامفوني 4.3.9 دونك دونك
Donc, un veille qui a fait. Par exemple, Ctrl S, خاطر بيزي الكود مسجلش وحده كيما بي اتش بي ستول. نعملو اكتيليزي. دونك مش هون سوري. دونك تو نشوفو مع بعضنا كيفاش بعد نبدلو تويك وكيفاش باش نخدمو لي فونكسيون تاعنا ويتعديو ديريكت لتويك. بون ا بيبخي كيما لي فيرسيون معناها لي فيرسيون 3 نتاع سامفوني، مي فما حاجات لازم تتبدل. ان شاء الله نقابلو مع بعضنا في الفيديو الجاي.